وللمزيد حول استهداف الميليشيات للنشطاء والمتظاهرين والصحفيين مع استمرار زخم الثورة في عامها الثاني، ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مرحبا بك معنا سيد مصطفى. أهلا بكم، حياكم الله. كما هو واضح المتظاهرون مستمرون في ثورتهم بأشكالها المختلفة بالتظاهرات وغيرها، والميليشيات مستمرة أيضا باستهدافها للنشطاء والصحفيين. إلى أين تتوقع أن تصل الأمور أستاذ مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عندما خرج العراقيون في ثورة تشرين يوم الأول من تشرين الأول أكتوبر من عام 2019، لم يكونوا يفكرون بالعودة إلى بيوتهم قبل تحقيق أهداف الثورة التي اختصروها بعبارة واضحة بليغة تؤكد كل مطالبهم، وهي إسقاط هذا النظام الإرهابي المجرم بكل ما جاء فيه به من دستور ومن أحزاب ومن شخصيات وقوانين وإجراءات. وبالتالي الأمر وإن كانت الثورة في زخم مختلف، أحيانا تتصاعد عملياتها بشكل كبير وأحيانا تخفت إلى حد ما، وقد تطالب بقضية مطلبية حصرت هنا وحصر وقضية أخرى هناك، إلا أن هذه الثورة مستمرة إن شاء الله حتى تحقق أهدافها، وهي نتاج لكل اعتصامات العراقيين ولكل مقاومتهم التي أبدوها من قبل الاحتلال الأمريكي والإيراني المشترك للعراق. اختطاف وقتل المتظاهرين سمة واضحة، والحكومة كثيرا ما تتهم طرفا ثالثا بالوقوف خلفها. إلى أي مدى ترى أن رواية الحكومة تصادف الحقيقة وليست منهجية كما تقول المنظمات الحقوقية؟ لا يوجد هناك طرف ثالث، هناك طرفان: الشعب والقوى الإرهابية التي تواجهه. القوى الإرهابية هذه بكل تسمياتها هي من تقوم بقتل العراقيين، وهي من تقوم باغتيالهم، وهي من تقوم بالتصدي للثوار، أو هي من قامت بالتصدي للثوار فعلا. الطرف الثالث هو نفسه الطرف الثاني الذي يواجه أبناء العراق الذين خرجوا مطالبين بحقوقهم في بغداد وفي 9 محافظات أخرى في خلال ثورة تشرين، ومن قبل خرجوا في الأنبار وفي صلاح الدين وفي ديالة وفي التأميم وفي بغداد وفي بابل وفي نينوى عبر المظاهرات والاعتصامات التي شهدها العراق في العام 2000، عامين 2013 و2014، ومن قبلها في انتفاضات الشباب المتصاعدة منذ العام 2011. نعم. ما تعليقك أستاذ مصطفى على شهادة شقيق الشهيد عبد الصمد بأن أحد المتهمين اعترف أن عملية القتل تمت استنادا إلى فتوى خامنئي؟ يعني هذه الشهادة لم تفاجئنا، ربما فاجأت بعض الموهومين، ولكنها في الحقيقة لم تفاجئ الذين يتابعون الشأن العراقي بكل تفاصيله. هذه المنظمات والميليشيات الإرهابية التي أسست منذ عقود، بعضها أسس منذ عقود، أسست بفتاوى دينية من خامنئي ومن قبله خميني لقتل العراقيين، ولذلك هذه الشهادة ليست جديدة وليست مفاجئة. الجميع يعرف وهم يعترفون، أصحاب هذه الميليشيات زعماء هذه العصابات الإرهابية يعترفون بولائهم وانتمائهم لهذا المشروع الإرهابي الإجرامي الذي يعني يحاول أن يصدر إرهابه وإجرامه للعراق من خلال ثورة خميني وخامنئي، وبالتالي من خلال فتاواهم ومنهجهم في ولاية الفقيه وفي تحقيق الحقيقة الحلم الإمبراطوري الفارسي الاستعماري الصهيوني الصفوي التوسعي. نعم. هذا المشروع
بالتأكيد يأتي ضمن فتاوى أكبر من أن تقوم بهذه الميليشيات لوحدها، وهي بالفعل تنفذ يعني كل مفردات هذا المشروع وتنطلق من منطلقاته العقائدية المعروفة. نعم، في ظل مساحة الحرية التي تنعم بها فرق الموت والميليشيات وأجواء الإفلات من العقاب، ألم يصبح تفكيك تلك الميليشيات ضرورة وطنية عراقية بالدرجة الأولى؟ بالتأكيد، يعني هو قيام هذه الميليشيات الإرهابية كما قلت ليس للهدف الذي أعلن في حينها في العام 2014 بالتصدي لتنظيم داعش الإرهابي، وإنما كان بعض هذه الميليشيات قد أسس منذ مطلع الثمانينات في القرن الماضي أساسا لقتل العراقيين والإجرام بحقهم، وقد مارسوا فعلا هذه الجرائم في مشاركتهم في حرب إيران ضد العراق وفي تعذيب الأسرى وفي ارتكاب الجرائم وفي تنفيذ التفجيرات خلال المراحل التي سبقت غزو العراق وبعد غزو العراق. نفذوا عمليات اغتيال الضباط والطيارين والعلماء والكفاءات والذين يناهضون هذا الغزو والاحتلال، وبالتالي هذه العمليات الإجرامية التي نشهدها في السنوات الأخيرة هي امتداد لتلك الروح الإجرامية التي زرعت في نفوس هؤلاء وينفذونها ضد العراق وشعب العراق. عبر سكايب من الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لك.